شفتوا معانا مشاهدينا هذه اللقطات الجميلة، واللي شوية يعني يبي لها قلب قوي علشان يقدر ينط من هذا الارتفاع الكبير جدا والشاهق. أيضا راح نتعرف معاكم الليلة على فريق القفز بالمظلات العسكرية التابع للجيش الكويتي، واللي اقفزوا بعلم الكويت بمناسبة الاحتفالات بذكرى يوم التحرير أمس الأحد عند أبراج الكويت، وكانت الساعة 3 العصر. كل اللي كان موجود هناك طبعا استمتع بهذه المشاهد البطولية الجميلة، وطبعا أكيد مثل هذه القفزات يبيلها أعداد قوي جدا وتدريبات وبروفات أكيد على مدى أيام طويلة. راح نتعرف على هذا الفريق اللي تأسس قبل سنتين تقريبا، وبشكل رسمي يعني يعتبر أنه تأسس العام الماضي. كانت هذه مبادرة من القيادة العسكرية اللي دعمت الفريق، لكن راح نتعرف زيادة مثل ما قلت لكم مشاهدينا بوجود المقدم بحري المهندس سالم محمد الميل والنقيب ناصر فواز الصباح. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالنور يا هلا وسهلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساك الله بالنور. انا توقعت يمكن تنزلون لنا اليوم من باراشوت بعد داخل الاستديو. ما في ارتفاع. والارتفاع هنا لازم مسافه معينه عشان نسمي القفزه قفزه. طبعا اكيد. طبعا اكيد اكيد. نعم. يعني عفوا غادة، يعني شفنا هذا الاحتفالية الجميل اللي قدمتوها يوم أمس، وأيضا الجمهور اللي كان موجود هناك موجود، لكن اخترتوا أربع قفزات المقدم سالم. نعم. إيش معنى أربع قفزات؟ طبعا بالبداية أحب أبارك حق سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه، والعهد الأمين، والشعب الكويتي بشكل عام بمناسبة الأعياد الوطنية. بخصوص القفزة هذه اللي صارت، اخترنا احنا اربع قفزات، يعني ما كان في سبب معين، لكن احنا اخترنا الوقت من الساعة 1 إلى 5 اللي هو وقت، خلينا نقول وقت الذروة، الناس كلها برا الصبح، ما حد راح ما راح يكون في جمهور. صحيح. فاخترنا وقت الناس تكون يعني موجودة بالمكان وتقدر تشاهدنا، وكانت أربعة لأن اخترنا كذا نوع، خلينا قفزة قنابل دخانية، قفزة بأعلام الكويت وأعلام القوات تابع للجيش الكويتي، وقفزة بعلم دولة الكبير. هذا كان السبب يعني الرئيسي إنه أربع قفزات. طيب نقيب ناصر، نتعرف أكثر على التدريبات المصاحبة لمثل هذه النشاطات، يعني حضرتك بالجيش أي برية بحرية؟ طال عمرك أنا بالحرس الأميري. حرس الأميري. نعم، وأتشرف أن مثلهم. يعني حضرتك بالجيش قلنا مهندس بحري. أنا بالجيش أنا بالقوة البحرية. حلو. وحضرتك أنا بالجيش بعد بس وحدتي بالحرس الأميري، إحنا وحدة مستقلة بالجيش. حلو. عيل شلون تلاقيتوا مع بعض كونتوا مثل هذا الفريق؟ والله طال عمرك احنا يعني 30 تقريبا 30 واحد بالفريق، يتكون من افراد ضباط صف وضباط، وكلنا متجمعين من جميع الوحدات اللي بالجيش. يعني في عندك من البريه وفي من البحريه وفي من الجويه، وفي انا بعد من الحرس الأميري، فما شاء الله يعني مو جهه واحده بس. يعني على عسى مو انت الوحيد اللي من الحرس الاميري موجود بالفريق المظلات؟ والله انا الوحيد. نعم. عسى الله يقويك ان شاء الله. الله يسلمك. المقدم سالم الميل، يعني الفكره، يعني العام اللي طاف صرت رسمي بدعم من القياده العسكريه، نوجه لهم تحيه اكيد. وايضا قبل سنتين يعني بلشتوا بعد مو بشكل رسمي، يعني شلون كانت الفكره بالبدايه؟ طبعا الفكره من بدايتها كانت من المقدم الركن أنس الفوزان والمقدم فهد اليعقوب، قالوا ليش ما نسوي فريق، فأيتهم الفكرة، ومعاهم كان النقيب عبد الرحمن الهاشم. سووا القفزة قبل تقريبا 3 سنين عند الأبراج، كانت قفزة استعراضية، شافوا أنه والله الناس حبت الموضوع ولاقت استحسان، ففكروا أن يأسسوا فريق رسمي. عرضوا الفكرة وطبعا مساعدة مستشار الإعلامي لوزير الدفاع آنذاك الفريق الركن المتقاعد عبد العزيز الرئيس. والله الأمانة ساعدهم وما قصر معاهم، فتبنى الموضوع رئيس الأركان الحالي الفريق الركن محمد الخضر، ولغاية أمس كان واقف معنا الصراحة، ما قصر معنا سعادة رئيس الأركان. متابعة أول بأول، وأي شيء نبي يعني كان موفر لنا صراحة، ما قصر. أنا أعتقد من ضمن تدريباتكم العسكرية هي القفز بالمظلات. والله طال عمرك هم في الجيش عندهم قفز هو تعبوي يسمونه، اللي يكون خلف خط العدو، فإحنا غير القفز اللي إحنا نسويه قفز حر، فنطلع بارتفاعات عالية
وفي عندنا احنا مثل فئتين احنا الفريق اللي احنا قاعد نسويه. الفئه الاولى هي القفز التشكيلي او الفورميشن سكاي دايفنج. نعم. والفئه الثانيه اللي هي تكون الاكيرسي لاندنج او الهبوط بالدقه. فاحنا اللي احنا قاعد نسوي يفرق تماما عن اللي تفضلتي فيه مال الجيش. ها يختلف يعني عن فريق المظلي الخاص التابع للجيش الكويتي، هذا إيه؟ شكل ثاني، دورهم شكل ثاني. إيه نعم. دور؟ دور تقريبا رياضي اكثر مما هو تعبوي. تعبوي. إيه نعم. اوكي. إيه نعم. زين المقدم سالم، يعني يحتاج دورات خاصه اللي حاب ينضم لكم، شروط معينه مثلا، ولا عادي ممكن انا ادش والبس الخوذه هذه وانط من الابراج؟ لا طبعا، الشرط الاول احد لازم يكون احد منتسبي الجيش الكويتي كعسكري، سواء ضابط او ضابط صف او فرد، وحال حال اي دوره عسكريه يقدم نموذج ترشيح وفي مقابله، وبعد ما يجتاز المقابله يدخل الدوره هذه وتخرج منها بعد ما يجتاز عدد قفزات معينه واختبار نقول تحريري. طبعا يعتمد على مستواه بعد، مستواه في القفز لا لازم له فنيات معينه، يعني لازم يكون في مستوى معين احترافي يعني. إيه نعم. نقول إيه نعم. زين صدق التدريب من شهر واحد وانتم تدربون لهالدرجه يحتاج تدريب انك تقفز، خصوصا انتم متخصصين. اي نعم، اهم حق القفزه هذه خاصه. اي نعم، احنا مدربين مسوين كم بروفا يعني تقريبا ثنتين او ثلاث بس عشان هالقفزه هذه. عشان ليش هذه؟ شو اللي يميزها او ليش محتاجينها؟ لانها طبعا اول واحده سويناها بالكويت، فكنا نبي الامور كلها تكون صح ونطلع بشكل صح وصوره صح او حلوه، وانه يكون الامان، واهم شيء الامان طبعا السيفتي، فنكون كل شيء حاطين احنا حسابنا حاطين احتياط، فلازم نسوي البروفات. نعم، يعني بعد الله سبحانه وتعالى هذا السيفتي. هذا يعني المعدات نوع من السيفتي. نعم، يعني شيء من الاشياء السيفتي الموجوده عندنا. انزين نتعرف عليها، انا اشوف هذه الجنطه شكلها كأنها عاديه. يلا نشوف بس نتعرف عليها ان شاء الله. عندك طبعاً هذا الالتيميتر اللي يقول لك الارتفاع مالك. زين وانت نازل كن لابس هني على على ايدي واشوف الارتفاع كم، نازلين مثلا من ارتفاع معين، متى افتح مظلتي يكون عندي. اعتقد اثناء القفز انت تتحكم بسرعتك. عدل يعني تقريبا اقدر اتحكم بسرعتي. تسرع تبطئ شويه يعني على حد ما، مو وايد بس اقدر. اي نعم اقدر. حلو. والجنطه وهذا طبعا الخوذه فيها كبطه بالكاميرا هنا، هي الخوذه طبعا ما راح تنقذ حياتي بس تحمي راسي من داخل الطياره، او لا سمح الله صار شيء حامي راسي. زين كم ارتفاع؟ يعتمد طبعا، بس احنا ارتفاعاتنا 10,000 قدم. هذا يعتبر شاهق صح؟ ولا في اعلى من كذا؟ في اعلى يعني. في وايد، في اعلى وايد يعني. في كذا رياضه يعتمد يعني الارتفاع. زين يحتاج وزن معين يعني مثلا انا 200؟ طبعا في له لمت رياضه القفز الحر، له لمت في وزن معين ما يحضر ببالي الحين، بس في وزن معين ما تقدر إيه اللي هو 100 وشيء تقريبا، 110 تقريبا، ما تقدر يعني، لازم تضعف وتدخل. لان الاكبر ما ظل يمكن تتاذى فيها. مجازفه والله انا اشوفها. لا نشوف احنا وناسه كل شيء بالحياه. قويكم صراحه يعني، الرساله الجميله انكم فرحتوا اللي كانوا متواجدين يم الابراج هناك في الجنطه. للحين انا قاعده بس ناطر ان شاء الله جنطه. هذه الجنطه انا خايف عشان هذه فيها الباراشوت يعني ولا شو؟ الباراشوت يكون مصفط وداخل تحت هنا. زين الباراشوت الثاني الاحتياط يكون فوق هنا. اوكي طبعا هذول عندي الهندلات الاثنين هني. اذا صار في عندي مشكله بالبراشوت الاولي اقدر اقطه وافتح الاحتياط. محمد ما تبي تلبس هاي يسوي لنا انستركشن عليك؟ والله صدقكم. لا 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 والله لا كلش، انا خلوني هني لا مظلات ولا شيء. انتم عسى الله يقويكم. بعد لازم متى تفتحها؟ يعني انت عندك الساعه اللي نعم تبين لك نعم الارتفاع. نعم المفروض متى تفتحها؟ طبعا احنا نتفق كلنا قبل القفزه متى كلنا راح نفتح، بس العاده تقريبا 4,000 قدم. 4,000؟ نعم. اذا اقل من كذي شو يصير؟ يعني ما راح يكون عندك وقت كافي اذا صار بعد شيء غلط عشان تصلحينه، يعني احنا نفتح ب 4,000 عشان يكون عندنا وقت كافي اذا صار لا سمح الله صار شيء غلط بالمظله ما فتحت
تصير اشياء عندك وقت على الاقل انك تقطينها وتفتحين التستخدمين الثانية. نعم. واذا كانت اعلى، اذا فتشيت البراشوت شويه اعلى ما تفرق، ما تفرق، بس راح تطول النزله، بس راح تكون وايد ابطأ. لا راح تكونين تحت المظله اكثر وقت اكثر. بس هذا هو. اثناء التدريب بالبدايه صار في موقف كذي لا سمح الله ولا الامور سليمه؟ والله الاشياء تصير، يعني في اشياء تصير، بس يعني شو اكثر واحد قلت ام ايش صار الحين؟ يعني وانت في الجو صراحه وانت نازل القفزه، يعني انت بيد الله. فالله يحفظكم دائما، لكن يعني الواحد ساعات اذا صار له موقف صعب يفكر بشيء معين، يعني انه شلون بتصرف، ايش بسوي، وهذه تاخذ ثواني. يعني طبعا هذه احنا تدربنا عليها، احنا قبل لا يعطونا الليسن، قبل لا يسجلون لنا ان انا باست ونجحت بال خلينا نقول الاختبار، يعطونا طبعا تدريبات، يخلونا يورونا شلون، يعني يعطونا مشكله، يقول يلا صار معاك مثلا عندك لاينات الحبال دخلت مع بعض، اي شو تسوي؟ شو تسوي؟ صح. ويطلب منك ثلاث اربع ثواني تجاوبين، اذا ما جاوبتي روح تعالي مره ثانيه. اي عندك مثلا شفت انت بالباراشوت صوب غير عن صوب او مو مبطل عدل، شو تسوي؟ تبطل باراشوتك، بطلت حسيت الباراشوت مو فوقك، عديت لها خمس عدات ما لقيت الباراشوت، شو تسوي؟ فكل شغلات هذه احنا مدربين عليها. اي وكلها لها حلول طبعا، كل هذه المواقف لها حلول، كل شيء له حل، يعني في سيفتي، في سيفتي 100%. اهم شيء سيفتي، اهم شيء الجود ثينكينج، يعني انه بلحظه الضغط انك تقدر تفكر. واهم شيء انه واحد ما يصير فيه كبرياء من داخله، يقول لا مثلا، خلينا نقول مثلا انا صار معي لاين تويست اللي هو الحبال لفت على بعض، في طريقه ان اتخلص من هاللفه، رد الف جسمي وتعدل. في واحد يقول طبعا عندي لغايه 2500 قدم ما قدرت احل المشكله، خلاص اقط المظله وافتح الاحتياطيه. في واحد ما يبي يقط مظله الرئيس ويبطل احتياطيه، ما له خلق يدورها بعدين، يقول شنو اكمل احاول، اقدر 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 اقدر. لا تكابر، اذا قلت اقدر اقدر انت خلال ثواني انت واصل الارض. حلو. فالغلطات دائما تصير شخصيه، مو من المعده ولا من الرياضه، دائما يعني الواحد اذا غلط ولا صارت فيه المشكله دائما تكون شخصيه. حلو. النقيب ناصر فواز الصباح، يعني قاعد نشوف متابعه من رئاسه الاركان ممثله بالفريق محمد الخضر، هل راح نشوف فريق المظلات او القفز بالمظلات العسكريه راح يشارك خارج دوله الكويت مو بس محيط الدوله؟ ان شاء الله هذا الهدف، ان شاء الله. الحين احنا كوننا الفريق، راح نتدرب وياهم، راح نطلع معسكرات، راح نتدرب كلنا مع بعض، ان شاء الله ان شاء الله نطلع بطولات خارجيه، وان شاء الله راح نشرف الكويت ونرفع علم الكويت ان شاء الله. اعتقد هذه البطولات موجوده في العالم كلها، تعتبر في نطاق عسكري ايضا صح؟ طبعا في بطولات عسكريه وفي بطولات مدنيه يشاركون فيها فرق عسكريه كذلك. بس احنا ان شاء الله عندنا بطوله قريبه جايه شهر 7 بالمانيا، ان شاء الله راح نشارك فيها باذن الله بعد الدعم اللي تلقيناه من القياده العسكريه. وان شاء الله راح نرفع اسم الكويت وننافس. كم عددكم؟ والله للحين ما تحدد العدد، ننطر لين قبل البطوله، بس احنا بشكل عام احنا حاليا تقريبا 30 مظلي الفريق. ايه. راح يكون قفز جماعي ولا فردي؟ طبعا مثل ما ذكر اخوي النقيب ناصر، راح يكون فريقين، يمكن فريق مال التشكيلات وفريق اللاندنج اللي هو الاكيورسي او الهبوط بدقه. حلو. زين بعيد عن المؤسسه العسكريه، مع احترامنا الكامل لها، انتم كشباب وتخصصتوا في هذا القفز، دور الاسره بلغت الاسره اني بدش هذا المجال صدق والله ولا كذي قرار؟ يعني خصوصا امس وضع الامهات شلون كان؟ اكيد اكيد، يعني انا بالنسبه لي دخلت الرياضه ورحت قفزت خذيت ليسني وما قلت حق اهلي الى ما خلصت وخليت كل الامور والياسن تالي قلت لهم يعني رده الفعل كانت يعني شويه، بس الحمد لله الحين متقبلين الحمد لله. انا والله تقبلوها من البدايه، انا كوني دخلت العسكريه رحت دورتي كطالب ضابط في فرنسا، فضمن البرنامج مال طلب ضباط في فرنسا كان ان في دوره مظليين، طبعا مو اجباريه اختياريه. فدخلتها وطبعا ما بلغت اهلي وطفت الدوره الحمد لله، خلصت بعد ما خلصت بلغتهم ان ترى خذي دوره مظلي. احنا طبعا نتمنى لكم كل التوفيق والله يحفظكم دائما ودائما رافعين علم الكويت بكل مكان تشاركون فيه. ان شاء الله. شكرا شاء لكم وحياكم الله. الله يحييكم. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا اللقاء الجميل في فريق القفز بالمظلات العسكريه، نطلع فاصل وراجع لكم مره ثانيه.